أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب بالعالمين وأن أقيموا الصلاة وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم. Demikian tadi peserta dengan nomor tampil 122. Selanjutnya kami